السلام عليكم ومرحبا بكم في مقطع جديد الجزء العاشر من انمي لعبة الاوتومي. وبدون اطال عليكم خلوا اللايك للمقطع والاشتراك في القناة لتصلك الاجزاء القادمة، واهم شيء صل على النبي ويلا بينا. تبدأ الاحداث في الاكاديمية في اليوم الاول للدراسة، وليو يتحدث مع لوكسيون امام الدراجة التي ارسلتها عائلة كلاريس كهدية لليو، وهي متطورة اكثر من الدراجة التي قادها ليو في السباق الاخير، ولوكسيون سماها شوبرس وتعني السيف. وليو اعجبها الاسم. بعدها لوكسيون بدأ يعدل على الدراجة، وليو ذهب ليتحدث مع أصحابه بخصوص الترقية الجديدة، وأن كل البنات أصبحوا مهتمين بليو بسبب الرتبة التي هو فيها، ويلي تعتبر رتبة كبيرة جدا، يلي هي الرتبة الخامسة. بس ليو منزعج من هذه الترقية لأن البنات سوف يتقربون منه بسبب رتبته فقط وليس لذاته. بعدها تحدث عن الرحلة المدرسية، وليو صرح أن حدث الرحلة المدرسية هو حيث يذهب كافة الصفوف الثلاثة في رحلة مدرسية وينقسمون لثلاث مجموعات، وفي هذه الرحلة يمكنك الحصول على أدوات لا يمكنك أن تحصل عليها في مكان آخر. وليو قرر أن يذهب إلى الجزيرة العائمة الجنوبية حيث توجد الأداة التي يريدها، وليو سوف ينفصل عن أصدقائه لأنهم سوف يذهبون في مجموعات مختلفة، وليو سوف يكون في نفس المجموعة اللي فيها أوليفيا وأنجليكا. بعدها انطلقت الرحلة والأجواء كانت لطيفة، وكانت السفينة مليئة بالنبلاء الذين يتفخرون بماضي أجدادهم، وليو قرر أنه لو أراد الزواج عليه بذل كل جهده في هذا المكان. لكن الشيء الذي يحبطه ويزعجه هو أن العاشقون المحتملون دائما يلفتون الأنظار أكثر من اللازم، وأوليفيا وأنجليكا كل واحدة لوحدها لأنهم لم يتصالحوا بعد. في تلك الأثناء كانوا بنتين يتآمرون حول شيء ما، وقرروا يرموا قنبلة دخانية من النافذة بدون أن يلفتوا الأنظار لهم، وهم من أتباع أنجليكا، بس قرروا أن يتخلوا عنها بسبب أن خطبتها بالأمير ألغيت ولم تعد لها تلك الشعبية التي كانت من قبل. بعدها قاموا برمي تلك القنبلة عندما وصلوا للجزيرة، وأوليفيا وهي تتمشى في الجزيرة يلي كان شكلها جميل والأجواء كانت لطيفة فيها، وكانت تتمنى لو أنها تتمشى في مثل هذه الأجواء رفقة ليو وأنجليكا. بعدها أوليفيا توجهت نحو معبد موجود في قمة الجبل، وهناك التقى كل من ليو أوليفيا وأنجليكا، وخرجت بنت صغيرة سألتهم هل أنتم تلامذة الأكاديمية، وقالت لهم أن عليهم تقديم قرابين للضريح، وأنجليكا قدمت المال، وليو قدم الكثير من المال، وأوليفيا غلبانة. بس في الأخير بدأوا في الدعاء، وليو تخشع أكثر من اللازم وبدأ يطلب زوجة لطيفة تمتلك منطقا عاما، وهو يفضل الناضجات المثيرات اللواتي سيقومون بتدليله، وسيكون أفضل لو كانوا منحرفات. بس أوليفيا ضربت ليو وقالت له ألا يقول مثل هذه الأشياء في مكان مقدس. بعدها تلك البنت أظهرت بعض التمائم، وليو كان سعيد لأن هذه التمائم هي ما كان يبحث عنه، بس عليه أن يتقاسمها مع أوليفيا وأنجليكا، وهي تميمة حظ. ومن المتوقع أن تكون ثلاث أنواع، تميمة حظ الحرب ونعمة العنصر، وعندما تقاسموها قاموا بفتحها، وأوليفيا وأنجليكا حصلوا على تعويذة بركة حمراء وبيضاء، وليو حصل على تعويذة حظ الحرب، وهي أداة تحسن قدرات القتالية في النطاق القريب وترفع القدرات البدنية. لكن أوليفيا وأنجليكا لا يعلمون هذا الشيء لأنهم لم يلعبوا لعبة الأوتومي، فقط ليو هو الذي يعلم أن تلك التمائم لديها منافع للذين يستخدمونها أو يحتفظون بها فقط. بعدها في اليوم التالي استأنفوا رحلتهم، ولوكسيون سأل ليو عن سبب عدم ذهابه للديماس الذي فيها القلادة التي يحتاجها، هل كان ذلك بسبب عدم امتلاكه لهذه التميمة؟ لأن ليو لم يتعجل بالأمر بالرغم من أن ماري كانت في الأرجاء وكانت تحاول دخول الديماس، وهو يعلم أن ماري هدفها هو أخذ مكان البطلة. ليقول ليو أن ماري لعبت اللعبة من قبل، لهذا لن تقوم بأي حماقات، لهذا سوف يقع في ورطة لو قرر أن يسلك طريق الحرب. في تلك الأثناء كان هناك خطر يقترب من ليو. بعدها كريز جاء عند ليو وطلب منافسته، لأنه سمع أن براد نافسه في قتال بالسيوف. ليرد عليه ليو بأن براد نافسه في شيء لا يبرع فيه، فهو يتقن السحر لكن تبارز مع ليو بالسيف، وكريس يتقن السيف. ليقول كريس أنه لا يعتبر نفسه مبارز ماهر لأن أبوه دائما يقول له أنه لا يمتلك أي موهبة. بعدها تم إطلاق إنذارة الخطر، وليو تفاجأ لأنه ظهر الكثير من الوحوش الطائرة تتجه نحو السفينة وأحاطت بها، والعلم التي كانت عليهم خاصة بدوقية فانوس، وهي دوقية كانت تابعة للمملكة، لكنهم أعلنوا استقلالهم ويعتبرون نفسهم دولة مستقلة. الآن
أحاط بالسفينة ويفترض أن تظهر دوقية فانوس في نهاية اللعبة وليس في البداية. بعدها لوكسيون قليليو سوف يأمر السفينة بالهجوم، لكن فجأة ظهرت سفينة الوحش الخاصة بالأميرة هيتورد. بعدها الأميرة تحدثت وقالت أن لديها رسالة لهم، وهي أن دوقية فانوس أعلنت الحرب على مملكة هولفورت، والآن على كل الاستسلام وتقبل مصيرهم، وسوف تمنحهم وقت لاتخاذ قرارهم. بعد ساعة من الآن سوف تبدأ الإبادة. وأنجيليكا كانت متفاجئة من أنهم أعلنوا الحرب وهم ينوون أخذهم كرهائن، لهذا استهدفوا هذه السفينة لأنها تحمل كل النبلاء. لكن ليو كان يفكر في سبب وقوع حدث السنة الثالثة في السنة الأولى، وهل أخطأ في شيء ما؟ بعدها المرسول من الأميرة هيتورد يلي اسمه جاريت نزل للسفينة وجمع كل النبلاء وقال لهم أنهم سيأخذون أبناء النبلاء ذوي رتبة بارون فما فوق كسجناء، والبقية سوف يموتون لأنهم ليسوا بحاجة لعبيد بشر أو طاقم السفينة. بعدها ظهرت أنجيليكا وقالت لجاريت أنا أنجيليكا رافا ريد كريف، أعتقد أنك تعرف اسم عائلتي. وجاريت تفاجأ لأن بنت عائلة التي خلف العائلة الملكية توجد هنا، وأنجيليكا عرضت نفسها كرهينة مقابل أن يطلق سراح الآخرين، وهذا الذي وافق عليه جاريت. بس ليو تدخل لكي يمنعه، لكن الحمقى منعه وأمزك به لكي لا يتحدث. بعدها جاريت أعطاهم عمل أخير وهو ضرب ليو، والكل بدأ يضرب في ليو حتى فقد الوعي. وأوليفيا تدخلت أيضا لكن أمسكوها أيضا وضربوها. بعدها أخذوا أنجيليكا للقاء الأميرة هيتورد، وأنجيليكا سألتها هل حقا ينوون إشعال الحرب بالرغم من أنهم يعلمون أن المملكة هارفورد أقوى من دوقيتهم؟ لترد عليها الأميرة صحيح، هناك فارق في القوة وتجاوز ذلك الفارق سيكون صعب. ليقول جاريت للأميرة أن عليهم مناقشة موضوع الرهائن أولا، لتقول أنجيليكا أنها سلمت نفسها لكي يطلقوا سراحهم. لترد عليها الأميرة بأنه قاوم تلميذا فقط. عندما أخذوا أوليفيا كل النبلاء جبناء، ولا يليق بهم أن يكونوا نبلاء في تلك الأثناء كليو في الزنزانة. وأوليفيا لم تستطع إطلاق سراحه وبدأت تبكي لأنها لم تستطع إنقاذ لا أنجيليكا ولا ليو، وكان يخفف عليها ليو حتى ظهر كريس يلي قال ليو بأنه وصل مبعوث من الدوقية، ويقول بأن الرهينة الوحيدة التي يحتاجونها هي أنجيليكا، لهذا كل من على السفينة سوف يموتون وسوف يبدأون الهجوم خلال ساعة. وطلب من ليو أن يساعده لكي يوفر الوقت للبقية للهرب، لكن ليو رفض لأنهم تخلوا عن أنجيليكا، عليهم أن يهلكوا جميعا. بعدها كريس تحدث بكل صدق وطلب من ليو أن ينقذهم، ليقول له ليو أنه لن ينقذهم إلا لو كانوا جميعا سوف يقاتلون، وهذا الذي وافق عليه كريس وقام بجمع كل الجبناء وليس النبلاء، وقال لهم أنه يعلم مدى رعبهم من ذلك العدو الذي يفوقهم عددا، لكن عليهم أن يقاتلوا لو أرادوا النجاة لأنه لو لم يتصدوا لهم سوف يموتون كالكلاب. لكن الجميع صرخ على كريس وقالوا أنه لا يفهم أي شيء، لو قاتلهم سيموتون، وبدأوا في لوم أنجيليكا لأن كل ما فعلت هو الهرب بجلدها، يعني أن نسوا أنهم من تركوها تذهب بدون أن يتدخلوا ومنعوا ليو من التدخل. بعدها ليو دخل وأطلق طلقة لكي يصمت الجميع وبدأ في حصة تنمر، وقال لهم أن يتوقفوا عن التدمر، وقال لهم أنه فارس برتبة البارونيا ورتبة خامسة أعلى، وهو في مقام أعلى من المعلمين الذين سيواجهونهم الآن، وهو الآن يأمرهم بالقتال وعليهم الموت وهم يقاتلون أفضل من انتظار الموت، لكنهم لم يتقبلوا الأمر، ليقول لهم أنه سوف يقاتل أيضا فهو نبيل أصيل بخلافهم وهم مجرد نبلاء واهمون. بعدها تحدثت بنت الكونت روزبلت وقالت له أنها ديادري تأمره بأن يسحب كلامه، ليقول لها أنه بعد أنجيليكا قد تكون هي صاحبة أعلى نفوذ هنا، لكن لا تزال زائفة، فقد كان أجدادهم نبلاء أصيلين بحق لكن سلالتهم جبناء. شعرتم بالارتياح عندما سلمت أنجي نفسها وانتظرتم مرور العاصفة بصمت. الدوقية قالت لكم الحقيقة، لا تمتلكون الجرأة أو الفخر سلالة المغامرين، أنتم مجرد جبناء يتشبثون بإنجازات أسلافهم وإنجازات أسلافكم على وشك أن تمحى بسبب بؤسكم. إنكم على النبلاء، هل يمكن أن يكون دم المغامرين الذي يسري في عروقكم مزيف؟ هل حقا تريدون الموت بتعاسة وأنتم تنتظرون فقط؟ لهذا لو كنتم منحدرين من سلالة المغامرين العظماء فلتقاتلوا. بعدها ليو قدم تلك البندقية لدايداري لكنها لم تقبل بها وقالت أنها لن تحمل تلك البندقية ولن تستطيع قتل تلك الوحوش ببندقية كتلك، لكن
ليقال أن دم أسلافهم سوف يكون ذلك الشيء هو سلاحهم، وهذا أعاد روح القتال لأجساد أولئك الجبناء، بعدها ليجهز نفسه لكي يخرج للقتال باستخدام دراجاتها المعدلة. وأوليفيا طلبت من ليو إنقاذ أنجيليكا في تلك الأثناء. كانت الأميرة تقول لأنجيليكا: هل تريدين معرفة كيف سوف نتجاوز فارق القوة بين المملكتين؟ بعدها قامت بالعزل لتقوم كل تلك الوحوش بالهجوم على السفينة، وعلى ما يبدو الأميرة تتحكم بالوحوش باستخدام عزفها. لتنتهي الحلقة العاشرة من أنمي لعبة الأوتومي. أتمنى أن ينال إعجابكم هذا المقطع، وملتقنا في المقطع القادم. لمعك الناجي من ساتوروتيك في فخامة الاسم، اعرف وجود النزال حينحسم، فعلا من الأقوى فيهم لا يمكن انهزم أبدا. غوجو بوجود تحس بحرارة حوله، كل العيون محتارة، شعل حماس وشعل لثارة، لعلك تداسي بقوة جبارة الأقدام.